قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر في أول الآيات: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الآيات الأولى بتحكي دين المشركين كيف كان، يعني بتورينا كيف كانت عقيدة المشركين، لأنهم قالوا ما نعبدهم، أي ما نعبد الأنداد الذين نتقرب إليهم بالعبادات، ما نعبدهم إلا لغرض، قالوا إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأول فائدة نحن نستفيد من الآيات دي أن المشركين كانت لهم عبادات يتقربون بها إلى الله، مش كده؟ لأنه قالوا إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هم داري يتقربوا لله، وعندهم أعمال بيعملوها بيتقربوا بها لله. عشان كده ربنا قال في سورة الأنفال: وما كان صلاتهم عند البيت، البيت الحرام، إلا مكاء وتصدية، بيصفقوا وبيصفروا عند البيت، أيوة بيحجوا البيت. عشان كده هم لما قدموا سقاية الحاج، يعني العناية بالحجيج، الأكل والشراب ورعاية الحجاج، لما قدموها على الإيمان بالله ربنا أنكر عليهم، قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله؟ يعني أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام من الأكل والشراب والتعمير جعلتوا كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ ربنا قال: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الشاهد المشركون كان عندهم عبادات بيتقربوا بها لربنا سبحانه وتعالى وبيعبدوا، عشان كده ربنا قال بيكلمنا عن الواقعة بتاعت غزوة بدر، قال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. الآية دي تتكلم عن الاستفتاح، يعني الدعاء. الدعاء ده بتين لما قام جيش المسلمين مواجها لجيش الكفار، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، النبي بيدعو في الله، بيقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض أبدا. ادعو دعاء طويل حتى سقط الرداء بتاعه من كتفي، وبكر الصديق يقول له: لقد ألححت على ربك. في نفس الوقت قام هناك في جيش المشركين أبو جهل،
بدعو برضو. خد بالك ابو جهل بدعو وبدعو في ابنه، ما بدعو في اللات ولا العزة، لانه هم كان عندهم عقيدة، مع عقيدتهم في انه دي وسائط بتنفعهم وبتقربوا بها لله، كان عندهم عقيدة المشركين انه في وقت الشدائد اللات والعزة والجماعة دي ما بينفعوا، ما بيشتغلوا. لات ما بينفع حاجة، عزة ما بينفع، منات ما بتنفع، كل ده وقت الشدائد ما بينفع. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ربنا قال هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. في الوقت ذاك أبو جهل وأبو لهب والجماعة بتاعينهم فاهمين تماما إنه ده ما وقت بنادوا في أولاد، تنادي اللات ده ضيع زمن، هم فهمهم كده، ما اللات ما بيشتغل هنا ولا العزة ولا كده. قال جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. قال دعوا الله. أها دعاء كيف؟ مخلصين له الدين. وقت ذاك الله بس، لا في لات لا في عزة لا في غيره، مخلصين له الدين. لئن أنجيتنا من هذه، يا الله لو مركتنا من دي خلاص احنا شاكرين ليك، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ربنا قال فلما أنجاهم، لما طلعهم ربنا برا، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. الجماعة دي انت لو فهمت عقيدتهم هتفهم ضلال الفرق الكثير الموجود الليلة، وانت ما بتعرف انه البسو فيه والصوفية ده شرك، ما بتعرف الا تعرف شكل الشرك اللي كان في زمن ابي جهل وزمن المشركين الاوائل، الا تعرف ده عامل كيف عشان تعرف انه ده شرك ولا لا. المشكلة انه الليلة الناس الشايفين الصوفية كويسين، ما في المجتمع ده في ناس كتار شايفين الصوفية كويسين، ولما نحن نتكلم جنس كلامنا ده بقول لك يا مولانا يا اخي ناس بيقولوا لا اله الا الله، انتوا مالكم معهم تاني؟ ما تخلوهم، وكل شاتم معلقه من عصبته وكل شنو ما عارف لقطوا لك كلام كده. انت قال دي مشكلتهم شنو؟ هم ما فاهمين ذاته الشرك بتاعنا سبو لهب ده كان عامل كيف؟ ديل بتخيلوا كده، ما دي المسلسلات المصرية، ما نحن مشكلتنا المجتمع ده تربى تربية بتاعت مسلسلات، ثقافتنا الدينية ذاتها ماخدينها من المسلسلات. انت قال الناس دي بتقرا لها كتب؟ ما اغلبهم ما قاعد يفتحوا كتاب، لكن الواحد بيمشي بعد ما يشبع تمام ياكل له ست عيشات ويشرب له قارورة وبكون ما قادر يقف على حيله وبيرقد وبيفتح الشاشة بيفتح التلفزيون بعين بيقول له مسلسل ديني، ده ثقافته، رغم انه ناس ارقام في المجتمع مثقفة، تلقى واحد صحفي، واحد طبيب، ها واحد معلم، واحد مهندس زراعي، ارقام في المجتمع، ارقام كبيرة، لكن للأسف الشديد ثقافتنا خدوها من وين؟ من التلفزيون. رقد على قفاه بيحضر في المسلسل ويجيبوا لك واحدة الممثلة ممكن تكون نصرانية ذاتها، يغيروا التاريخ يغيروا الحقائق، يجيبوا لهم المشرك ده عبارة عن بني آدم بيعبد له في صخرة، لكن ما هي هذه الصخرة؟ الصخرة دي بتمثل شنو؟ ما بوروك. هل المشرك ده عبد صخرة بس؟ ما بوروك. المشركين ده الأصناف ما صخرة برا، في ناس كان بيعبدوا الشمس والقمر مش كده ولا ما في؟ الهدهد لما جاء راجع من مملكة سبا مرق من سليمان، مشى سليمان تفقد وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين،
بقى بيتفقد فيه ومشى وين؟ مشى هناك مملكة سبا. في أخبار مهمة جدا جابها، لما جاء راجع قال أحط بما لم تحط به، أنا عندي معلومات أنت ما عندك. وجئتك من سبأ، من هناك من اليمن، جئتك بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. الهوت زعلان من المرأة اللي بتملكهم دي، دي نمرة واحد. نمرة اثنين قال وجدتها وقومها، المرأة دي ذاتها، مع إن هي ملكة لهم وده ذاته غلط. كويس؟ قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ده اللي بيعبدوا شنو؟ الشمس. بيعبدوا الشمس. في ناس بيعبدوا الكواكب، وللليلة دي الليلة دي في ناس بيعبدوا الكواكب. النوعية اللي بيورق من الصباح يمشي بيشتري الجريدة، بعد ما اشتراه والحاجة بيفتح تحت بتلقاه برجك، برج الحظ. يقول لك أنا برجي برج الجدي، لابد أشوف اللي حصل لي شنو، واللي بيحصل لي شنو، وتوقعات برج الجدي فيه شنو، وماذا سيحدث إلى مستقبلي وزوجتي، حتكون معي تمام ولا بكون في مشاكل. وطبعا ديلك يعجبوك في الكذب، ناس الأبراج ديلك. برج العتود انت تشعر بتقلبات في حياتك وبعض الصراعات الطفيفة مع بعض الأصدقاء، حاول أن تهتم بنفسك وستزول إن شاء الله عما غريب. قول ما عنده الحاجات دي منو؟ ما يزول عنده. ها؟ يقول لك أحيانا تحصل بينك وبين زوجتك بعض النقاشات وسرعان ما تزول، دي قاعدة في أي بيت. لكن أنت لما تكون عندك عقيدة في البرج وفي الكذاب اللي بيكتب البرج ده، انت بعد ذاك بتشوف الكلام ده بينطبق على نفسك طوالي، تقول يا سلام بالله الناس اللي عارفين كيف. عشان كده لابد انا يومي اكون متابع البرج بتاعي. البرج بتاع شنو هذا؟ الله يهديك يا اخي. ديل الناس بيعبدوا الكواكب. قتاده رضي الله عنه ورحمه الله قال خلقت النجوم لثلاث، زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين. دي ثلاثة شغل النجوم، ما في تاني غيرها. زينة للسماء، الله بزين بها السماء، بالليل ترقد كده وتقعد تعاين في النجوم، زينة للسماء وعلامات يهتدى بها. أهل العرب بيعرفون، يقول لك نحن بيتنا هداك في النجمة ديك، وبهايمنا في النجمة البجاي دي كده، وحوشتنا هديك بغادي مع النجمتين الثلاثة ديلك. ويقول لك كانت لما التريا والبنات وشنو كلام زي ده كده، بيعرفوا بها الطرق كده. وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين، شياطين بترجمهم هذه الشوب النجوم. كويس؟ فمن تأول فيها غير ذلك فقد أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. في ناس بيعبدوا النجوم، في ناس بيعبدوا الشمس، في ناس بيعبدوا القمر، في ناس بيعبدوا تماثيل لأولياء وصالحين. وده اللي استمر من زمن نوح عليه السلام مرورا بعهد العرب إلى يومنا هذا. ناس بتعبد تماثيل بتاعت رجال صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. ديل الخمسة كانوا صالحين في ذاتهم رضي الله عنهم، ديل صالحين. لكن المشكلة ما فيهم، المشكلة في الناس الدقة فيهم مقلب الشيطان. جاء قال لهم الجماعة ديل بعد ما ماتوا انتوا لابد تعملوا تماثيل تتذكرون بها، زي القبة بتاعت ابوك الشيخ، نفس النظام عشان ما تتغشى انت، نفس النظام. لكن الشيطان ما بيشتغل لك بنفس النظام القديم. ما في وهمه زمان دقبه مقلب في ناس، ما بيجي العيد لك انت ثاني. اديك واحده جديده مغلفه. يعني انت الليله ما بقول لك اعمل تماثيل، لان انت حضرت في المسلسله الدينيه بتاعت المصريين الكذبه دي. انت حضرت فيها انه الناس بيعبدوا لهم حجر، انت ما ممكن تعبد لك حجر. لابد الشيطان يجدد لك البرنامج. يقول لك الحجار دي لا لا ده مشركين دي. انت ما مشرك، ما تعمل كده. لكن ابوك الشيخ سوى له قبه تعظيم صالحين، رجل صالح قريب لله كده، يدق فيك مقلب بالحاجه دي. يقول لك اعملوا تابوت خضر والدلقان ده فيه بركه بتاع الشيخ. يا اخي ناس بنشوا الحرم، الحرم ده محل عباده، الصلاه فيه ب 100,000 صلاه. صليت ركعتين ب 100,000 صلاه، صلي لك ظهر ب 100,000 صلاة ظهر في غير المسجد الحرام. بدل الواحد يمشي يصلي ويسبح ويستغفر ويعبد ربنا في الحرم، امشي تلقى الواحد للمحلات داري لقط له منها بركة ويشيل. امشي للجلابية ولا البتاع اللي بيلبسوها السعوديين بفوق دي، العباية بتاعتهم دي، واحد قال لي بيشرطوا في بتاعة الإمام إمام الحرم. يا ناس يا ناس دي عباية،
عبارة عن إنها بخيوط ممكن يكون جاي منها من الصين. بيشرطوا فيها واحد بيموس جاي لابت يا أخي، بس بدل تصلي لك ركعتين ينفع عنك، أنت لابت لك بيموس للإمام دار يشرط لك أنت عشان يجي يوزع علينا الحلة هنا خيط يوزع عليهم شت ويتبركن والنسوان يشيلنا واللي بيعلقوها في البيت واللي بيربطوها في العرق. يا ناس ده وهم، كله وهم. عشان كده ديلك قالوا ما نعبدهم، هؤلاء الصالحون القريبين لله ديك بحسب رايهم هم، وممكن يكونوا قريبين بجد يعني، لانه في ناس عبدوا عيسى ابن مريم نبي كريم، وفي ناس عبدوا الملائكه، وفي ناس عبدوا عزير، هؤلاء مقربون الى الله سبحانه وتعالى. لكن المشكلة هو قريبك انت ولا لا، هو قريب ولا ما قريب، دي ما القضية. ممكن يكون قريب ممكن يكون ما قريب، لكن هل القريب والما قريب ممكن يقربني انا لله، ولا انا اعمل عمل صالح اتقرب به انا لله؟ وده الصح، اعمل عملك انت يا اخي. ربنا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي فاطمة بنته انت أعز علي من بنته؟ معقول يا اخوانا؟ يقول لي بنته سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا تأتوني بأنسابكم، ما تجوني بعدين أنا ولد النبي وأنا ود خالة النبي وأنا ود عمة النبي، لا تأتوني بأنسابكم. يوم يأتي الناس بأعمالهم، تجي بعملك بعدين، ما تجي انت بنسب، ما تجي بنسب. على أي حال الآية فيها بقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل ربنا قبل منهم الحتة دي؟ ده ختام الكلام. هل ربنا قبل منهم؟ لا. ربنا قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كفار صيغة مبالغة، يعني كافر من صيغ المبالغة. ده كافر لماذا؟ لأنه توسل إلى الله بوسيلة محرمة شركية. الآيات دي شرحها يطول، نلتقي إن شاء الله.